أصدقائي أهلا وسهلا، تعالوا معاي اليوم شوية مشاوير، نشوف شنو ناخذ شنو نسوي وشنو أصور بعد. بس نشوف اليوم الجو ما شاء الله فل رطوبة، الجو غيم على ضباب، يمكن مو مبين بالتصوير لكن الدنيا رطوبة. هنشوف شنو أسوي، تابعوني. شفتوا بالانستغرام جاية أشوف، تقول بسم الله ما شاء الله. ايه هذا شفته على الانستغرام، شوف ما شاء الله النباتات ايش كبرة. النباتات اللي موجودة هنا عندك في منهم؟ إن شاء الله بالتوفيق يا رب. عندك جرو لايت ولا هذه ليتات عادية؟ هذا الليت حق الزر؟ هاللون مو ابيض؟ لا هذا ابيض، لا ما ابي بنفسجي واحمر، عندي بنفسجي واحمر، ابي ابيض اذا في. ابيض؟ اي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هلا لغاية ما وصلت حق الأوركي ما أدش هذي. أوه ما شاء الله لا إله إلا الله. عندي الحوض هذا الرف نفسه وهذه حفتها فوق نفس الطريقة بعد، يعني أفكاري زينة. البقونيا هذه ممكن هذه. أنا عندي السادة، الخضر السادة ما فيها شيء، وهذين أنا تعبانين عندي ما راح أجرب خلاص. أنا عندي وايد أوردات تشوفونها بالتصوير صح؟ أنا ما أحب هالسالفة، كلش ما أحبها. عندي نفسها ما شاء الله تبارك الله. هذه صغيرة يا ربي ما بيشتري. واو أخيرا لقيت واحدة سعرها زين، ما راح أتكلم عن الأسعار. تعالوا شوفوا يعني تقريبا نفس صالتي صح، بس التكييف مالهم رطب، انا بارد عندي، بس الحمد لله نفس التوزيع نفس الشيء نفس الليتات. طايقين افكار بعض شكلها، يبي له طاوله بالنص، طاوله الطعام صح كذي، بس شلون ناكل؟ خلوها كذي. شوفوا النباتات، تقول عندي وايد تزعل والله توني قاعدة شكالة حرام مسكين البندرة. هذه نوع من الفلوبندرة، هذه شوف له رجش كبرها
التينن عجينة صراحة روعة. والبنك بنسس إن شاء الله تكبر اللي عندي تصير هكبر. هي فيها نمو هذي عندي بعد كاهي توها طاحت أنا ما جستها والله مو أنا بس تشوفوها إن شاء الله تصير هكبر مالتي. طبعا كروتون بس حلو ما شاء الله طبعا الورقة الكاس يا بولي يعني نخش ما تبي إضاءة على اللي عندي تاني مغيرة مكانها. شجرة الكاكاو هذه اللي مسببت لنا الأزمة العالمية بالوزن. واو أول مرة أشوفها وحاطها كذي يعني مو على إضاءة مباشرة كاهي الدريشة هي يمها فالإضاءة قليلة عليها وكل هذيلة مغذي نباتات داخلية بلومنج ما بلومنج وما يمنع. شنو هذا؟ قاعد أشوف عنده أشياء حلوة ولا؟ عندي نفسها تبل حلو حلو صراحة وايد المحل ممتاز.